اهلا بكم من جديد في فقره سهم وقوس. وديه مرتقبه لمنتخب مصر امام منتخب بلجيكا بكره ان شاء الله في الكويت، بالتاكيد بنسعى فيها للظهور بشكل كويس قدام فريق المصنف الثاني على العالم في توقيت رجع فيه الزمالك لتدريباته قبل 8 ايام على استئناف الفريق ان شاء الله للمباريات المحليه، عفوا مباراه بلجيكا يوم الجمعه باذن الله. للمزيد بنرحب ويسعدنا ان احنا بيشرفنا في الاستوديو كابتن محمد مصطفى ممس، لاعب نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفرق كتير في قطاعات الناشئين بنادي الزمالك. يا كابتن شرفنا النهارده. ده انا اللي بتشرف لما اكون موجود معاك دايما. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يبارك لك. في البدايه عايزين نتكلم عن وديه بلجيكا، قائمه المنتخب، شايف ازاي اختيارات روي فيتوريا لهذه المباراه؟ اولا انا شايف الاختيارات موفقه، عنده حلول كتير في القايمه. هو بس الهدف من المباراه الوديه دي بيبقى ليها اكتر من هدف، ان انت بتحط ايدك على المجموعه اللي هتبدا بها الفتره اللي جايه وتعمل التشكيل الاساسي وتستفيد من التجربه دي اقوى استفاده. وده المباراه دي برضو هتبين لنا قوتنا ايه واحنا واقفين فين وهنبدا نعمل ايه بعد كده. فدي مباراة لازم نستفيد منها أقصى استفادة من الناحية الفنية والبدنية والناحية النفسية وكل حاجة، لأن دي المباراة الكبيرة اللي بتبين المنتخب قوته فين، وهتبين شخصية الراجل في المباراة الكبيرة هيبقى المنتخب شكله عامل إيه بالظبط في الماتشات الكبيرة دي. لو استعرضنا مع بعض كده هنلاقي في مفيش أسامي جديدة أو مفيش أسامي جديدة كتيرة داخل القائمة، مثلا أسامة جلال بدأ يدخل وهو لاعب عنده خبرات في المنتخب الأولمبي ولعيب كويس جدا كويس مع بيراميدز. شايف ازاي القائمة وقوام الفريق، وهل من وجهة نظرك كان في لعيبة ممكن تنضم انت شايفهم عينك عليهم في الدوري كان ممكن ياخدوا فرصة في مباراة زي دي؟ طبعا في لعيبة مصر ولادة، فيها لعيبة كتير جدا، بس هو بياخد الأجهز اللي بالنسبة له في الفترة دي. ثانيا هو بياخد اللي يقدر يلعب بطريقة لعبه وينفذ له أفكاره والخطط بتاعته. لكن أنا ما شاء الله أنا شايف يعني الفرق القوام ده مش ناقص غير فتوح بس من اللعبة الأساسية. طبعا هو وفتوح هيفرق معاهم كتير جدا. خلي بالك عبد الغني برضه تم استدعاءه لكن هو مصاب برضه، ف بس المنتخب في احتياجات أكتر للونش وفتوح. عبد الغني ماشي كويس جدا الفترة اللي فاتت، وانا في شايف في ناس يعني ساعات بتهاجمه، لكن يا جماعه كل لعيب بيبقى ليه اخطائه، لكن المشكله ان الاخطاء دي ما تتكررش. لكن هو من اللعيبه الركائز اللي في نادي الزمالك وعامل موسم كويس جدا السنه اللي فاتت. لكن القايمه كويسه جدا، ما عدا يعني ربنا يشفيه الونش، حاجه نموذج للعيب المحترم والمحترف، وكذلك فتوح. انما بقيه الاسماء عنده حلول كتير في طريق ان هو يلعب بطريقه معينه، ممكن يعمل تحولات جوه الجيم يحولها، عنده قفشه يقدر يحول طريقه اللعب، عنده طاهر، عنده امام عاشور، عنده زيزو، فهو عنده حلول كتير جوه التشكيله دي ممكن يعمل بيها اكتر من شكل يعني. طيب بما انك اتكلمت عن عبد الغني، عبد الغني الموسم اللي فات عمل اداء رائع، ده لعب في نص الملعب وعلى فكره ولعب طبعا في قلب الدفاع، كان بصراحه عامل موسم استثنائي جدا جدا، وكانت مفاجاه لكل الفنيين ان هو بيلعب سيرد باك ويلعب ديفندر، وده كان من ذكاء الراجل ان هو لعبه في نص الملعب، ان هو عنده ميزه، هو بيعرف يقطع وبيعرف يسلم. فانت ما كنتش كمان مكلفه بوظائف كتير، هو لما لعب في نص الملعب كان ليه وظائف محدده هو نجح فيها، في ان هو مثلا يعني هو مش بيعمل الزيادات زي زيزو، هو كان بيأمن نص الملعب وبيأمن الجبهات اللي فيها الشغل، فهو ظهر بشكل جيد جدا لان هو اصلا بيعرف يقطع، ثانيا هو ما عندوش ميس باس كتير في نص الملعب، فكان دوره واضح وصريح، فكان بيبان بشكل كويس جدا. الناس كلها شايفه وديه بلجيكا دي ممكن نخسر فيها هزيمه كبيره، مصنف الثاني عالميا، المباريات دي من وجهه نظرك هل ليها حسابات ولا ممكن في ماتش زي ده قدام فرقه كبيره تنزل وتعمل نتيجه؟ لا طبعا كل المباريات الكبيره ليها حسابات، حتى لو كانت وديه، اللي ممكن ماتش الود ده يحطك في حاجات كتير مش كويس، اكيد ليها حسابات كبيرة جدا وماتش كبير، ومش ماتش ودي، ده ماتش رسمي، انت هتعرف انت فين قوتك ايه، ولازم طريقة اللعب تبقى واضحة وصريحة، ولازم يبقى في توازن في اللعب وما يبقاش في خوف ولا في رهبة. ده ماتش يعني انت المفروض بتاخد منه اقصى استفادة فنية وتشوف اكتر الخطوط
ايه المناسبه اللي بيشتغلها. ثانيا دي التوليفه دي مش تطلع بره المنتخبات الفتره اللي جايه المستقبليه يعني، يعني هيبقى في فتوح في الونش، دول اللي هيخشوا يعني، في ناس هتخش تطلع مش كتير، فدي تعتبر القوام الاساسي للفتره الاربع سنين الجايين اللي هو هيشتغلهم. فدي بالعكس المباراه دي شايف مباراه جيده جدا للجهاز وللعيب. فلا انا مش مع الناس اللي تقول لك مصر تخسر كتير ولا لا، لا بالعكس، اللعيب المصري لما بيتحط في موقف صعب بيبان معدنه الجيد. وانت عندك لعيبه مش قليله، لعيبه محترفه، عندنا صلاح النني، عندنا لعيبه كتير مميزه حتى اللي موجودين في الدوري المحلي لعيبه كبيره. صحيح. لا ما ينفعش يتقال كده، انت تقدم مباراه جيده و اه ممكن تكون النتيجه مش هتبقى يعني تكسب ولا بس ما تبقاش سكور، لكن بالزبط. لازم النتيجه تبقى نتيجه مقبوله. والاهم من النتيجه، ده ممكن يعمل اهم من النتيجه الاداء اللي هو يبقى بتدي انطباع للمسؤولين او للجماهير ان المستقبل كويس. خلي بالك انت من الاداء بتقدر تقول ايه، لا احنا جايين، من الاداء تقول لا احنا قدامنا كتير، فهي عايزه نتيجه وعايزين اداء كويس يعني، ما تبقاش النتيجه بعيده 1-0 2-1 تبقى الاداء هيبقى عليه، هيترتب عليه حاجات كتير في الفتره اللي جايه. لو حصل ولا قدر الله حصل سكور، ده يعمل احباط لروي فيتوريا، يعمل احباط للجماهير؟ هو اكيد ما فيش مدرب بيخسر ومش هيجي له، مش يعني اكيد بيجي له هزه، فدي هتحطه تحت ضغط جامد جدا. لكن لو هو طول ما هو محافظ على النتيجه تبقى في مقبوله، هتدي له هو ثقه وهتدي اللعيبه ثقه ان انت داخل على اتصالات افريقيا وداخل على اتصالات كاس العالم، فبرضه دي هتدي له اريحيه في الشغل في الفترات الزمنيه اللي موجوده اللي بعد كده. حضرتك اتكلمت عن في لعيبه بتدخل وبتخرج في المنتخب وفي قوائم المنتخب وفي قوائم حتى الاوليه للمنتخب، شفنا حسام عبد المجيد اول مره طبعا يتم ده مكسب كبير قبل ما يرجع، حتى لو راح المعسكر بس، حتى لو راح المعسكر بس بتضيف له. انا عايزك بقى تتكلم في الحته دي، يعني عمرو السيسي اول مره وحسام عبد المجيد كمان، مصطفى زيكو لاعب نادي حرس الحدود، برضه بيتكلموا عليه كويس. انا ما شفتوش يعني ما بحبش احكم على اللعيب كده من مره، بس مؤشرات تقول ان هو كويس. وفي سيد نمر كان مترشح برضه، كان مترشح ده اول ما جه اول ماتش اتفرج عليه روي فيتوريا سالهم هو ده مصري يعني ولا لو الناس دي حتى لو بتروح معسكر بالنسبه لحسام وسيد والسيسي ده تعتبر مؤشرات جيده جدا. محمود حماده كمان لاعب فرق مستمر معاه، مروان عطيه من الاتحاد السكندري، وده انا كنت بطالب بيه ان من الناس اللي كنا ممكن نستعين بيها في نادي الزمالك، لان كان مستوى ثابت وكان واضح ان هو ليه شخصيه في نص الملعب على ما كان في بيراميدز. وكان الولد يعني انا بحب الستايل ده يعني، لعب تقيل لعب هادي، وبعدين تحت الضغط بيعرف يتحرك يشتغل كويس، وبعدين ممكن يتطور يزيد يروح على الجون يشوط، يبقى عنده شوتنج يعني خامه يطلع منها حاجات حلوه. انا بحب التمارين اللعيب اللي تبص له كمان فتره هيبقى شكله عامل ازاي، لكن اللعيب دلوقتي هو لعيب كويس لكن بعد شهرين يبقى عامل ازاي. فقوام المنتخب قوام كويس، قوام جيد يقدر يعمل منه حاجه حلوه، وانا من الناس اللي تملي بتتفائل ان هتبقى مباراه قويه بس مش هتبقى سكور ان شاء الله. ان شاء الله. عمر مرموش كمان بيغيب، اصيب مع ناديه في المانيا، هل ممكن يتاثر المنتخب بغياب عمر مرموش ودخل مكانه مروان حمدي؟ لا المنتخب مش هيتاثر بعمر مرموش، عندك بدائل كتير جدا، هو عندك هي اتاخرت شويه ان هو معلش هو لعيب كويس جدا وماشي كويس قوي في الدوري الالماني، احنا متابعينه وهو فورمه حلوه، لكن مش ما يصحش ان المنتخب يقف على حد مهما كان هو حجمه يعني. والفرق الكبيره لازم تبقى عندها دقه قويه جدا يعني، لازم مش دقه اقوى من اللي موجودين في الملعب. فان شاء الله مش هو لعيب كويس بكل حاجه، لكن مش المنتخب مش هيتاثر، عندك بدائل كتير، عندك تريزيجيه، عندك زيزو، عندك حلول كتير جدا جوه الملعب تقدر تحلها مطرح مرموش، عندك مصطفى محمد وصلاح وزيزو ماشي في حاله فنيه عاليه جدا. صحيح. ففي اضافات كتير، في حاجات كتير تقدر تحلها. وحسن كوكا كمان برضه فيرود في نفس الحته دي طبعا، بس احمد سترايكر صريح لكن صعب ان هو يلعب على الاطراف، انما اللي يحل لك في زيزو وفي تريزيجيه بالظبط، فعنده حلول. عشان كده بقول لك القايمه فيها لعب كتير، حتى في طريقه اللعب ممكن يلعب 4-3-3 عنده المقاومات دي، ممكن يلعب 4-2-3-1 عنده، اللي عنده قفشه يقدر يحل له الموضوع ده، يقدر يلعب 4-2-3-1 عنده كل الاسماء دي. ما هي بقى عشان كده بقول لك التشكيله حلوه، عنده في نص الملعب ما شاء الله، عنده النني وامام عاشور طبعا، احنا فتحي ده حبيبي طبعا، اللعيب ماشي كويس جدا جدا. صحيح. وعنده حمدي فتحي وعنده طارق حامد. لا عنده كواليتي يقدر يشكله ويقدر يطلع منهم حاجه كويسه، بس خلي بالك الماتشات دي نص ملعب. صحيح. نص ملعب لو فايق ماتشات دي نص ملعب
نص نص ملعب في حاله كويسه هتلاقي الفرقه كلها في حته تانية. اللي فلازم بس انا يعني ايه نفسي ما نعملش الغلطه بتاعت كروش ان نحط الثلاثه شبه بعض في نص الملعب. بالظبط كنت لسه هقول لك مين الثلاثه اللي يلعبوا في نص الملعب. لازم الثلاثه يبقى فيهم واحد ديفندر ده اللي بيأمن كل حاجه والاثنين اللي جنبيه كله ديفندر بس عندهم كوره وبيقدروا يبداوا هجمه وبيقدروا يعملوا زيادات. يعني واحد بس بمهام دفاعيه بس خالصه زي مش اثنين. كل العالم بيشتغل كده واحد مش اثنين بمهام دفاعيه وواحد مثلا يكون عنده كوره. انا عن نفسي يعني لو انا مكانه هعمل كده احط واحد مقاومته دفاعيه عاليه والاثنين اللي جنبيه يكونوا لعيبه كوره كويسه جدا زي امام عاشور زي حمدي فتحي زي زيزو لو اتحط في نص الملعب في الحته دي. على فكره ده لو عرفنا نستغل زيزو في الحته دي هيبقى قوه غير عاديه لانه بيقدر يزيد ورا الثلاثه اللي قدام فتعمل زياده عدديه بيعرف يجيب جول ويعمل جول فهي دي قوتك نص الملعب لو اتحط صح وفي عندك النني وعندك النني وعندك طارق حامد وعندك في اكتر من واحد يقدر يلعب الارتكاز انما اللي مش في المشكله مش في الارتكاز المشكله في اللي جنب الارتكاز الاثنين اللي هو 6 اللي هو 8 واللي جنبه الاثنين الديفندر الثلاثه اللي جنبه. طيب شايف ان اصلا تتلعب مباراه وديه احنا كان الاجنده الدوليه دي في فترة من الفترات ما كانش في حد بيستغلها كنا لا احنا في انديه بتلعب في افريقيا فبنأجل فبنلغي معسكر لمنتخب مصر شايف مدى الاستفادة كمان ان احنا نوصل للترتيب والتصنيف نبقى في التصنيف الاول بدل ما نصطدم فيما هو قادم بمنتخب زي السنغال زي ما شفنا في المباراة الفاصلة ده من ضعف المباراة الودية اللي انت بتعملها ضعف المباراة الودية اللي اتعملت للانتخابات منتخب كبير هي اللي خلت مع ان احنا في السنغال كان في حته الرهبه عشان كده لازم التوقفات الدوليه دي لازم تبقى فيها اختلاف في مستوى في اللعب ممكن ابدا بمستوى متوسط وبعدين اعلى وبعدين اعلى مستوى ما تخافش عشان لما تيجي في موقف زي السنغال تلاقي اللعيبه كلها عند حسن الظن وهتلاقي المواقف دي عدوا بيها والضغط ضغط المباريات الكبيره دي عدوا بيها فتلاقي المواقف دي بعد كده بالنسبه لهم سهله فنوع نوع الوديات كان لها دور كبير جدا الفتره اللي فاتت بالسلب مش بالايجاب ما اقعدش العب بقى مستوى رابع وعشان انا اكسب وعشان اهدي الجماهير وعشان اهدي الراي العام لا لازم ماتش في يبقى في تدريج في المباريات الوديه الدوليه لغايه ما اوصل العب البرازيل والعب الارجنتين وما تخافش لان هي دي المباريات دي اللي هتوقفك على رجلك هي دي اللي هتعمل لك شخصيه منتخب هي دي اللي هتعمل لك شخصيه لعيب كره دولي على مستوى عالي عشان لما تخش في الاختبارات الحقيقيه زي ما الكاميرون والمغرب وتونس تبقى انت عامل الفرق كويس جدا في الخبرات الماتشات الوديه القويه. طيب الماتشات دي والاجنده الدوليه هتفرق جدا معانا فيما هو قادم. كنت عايز اكلم حضرتك عن حاجه مهمه جدا، كاس العالم احنا مش موجودين فيه دلوقتي. وشايفين استعدادات وازاي عايزين يبقى الخطوه اللي جايه لا اي كاس عالم احنا نبقى حاطين رجلنا فيه. شايف ايه الخطوات ان احنا تبقى منظومتنا ومنتخبنا فيهم الثقه ان لا في تصفيات كاس العالم احنا هنوصل كاس عالم بسهوله زي اكتر من منتخب عربي. رقم واحد الاستقرار في الاتحاد. يعني ما تعلقش جهاز بنتيجه مباراه. انت عندك قناعه تامه بالجهاز لازم تديله فرصته كامله، يعني انا عاجبني جدا حته ان هو يجي 4 سنين. هو بقى كويس ولا مش كويس هنشوف في المرحله اللي جايه، لكن طالما انت عندك الثقه في الجهاز بتاعك والسي في بتاعه كويس انا شايف ان هو ياخد الفرصه كامله 4 سنين والحكم بعد 4 سنين. طبعا خلال ال4 سنين هتقول لي طب ما ممكن 4 سنين يبقى ماشي وحش. لا انت خلال ال4 سنين دي بتعمل له تقييم، لو لقيت التقييم بتاعه جيد يكمل، لقيت التقييم بتاعه مش جيد ما يكملش، لكن انا شايف ان مش كل شويه نغير جهاز وكل سنه أو كل سنتين بتغير جهاز، دي بتعمل خلخله للعيبه نفسها جوه تشكيل المنتخبات، لكن لما يجي لجهاز هيكمل معاك 4 سنين اللعيب بيبقى عارف ان ده قاعد معاه 4 سنين، الفكر المدرب هيبان خلال الفتره دي واكيد خطواته هتبقى واضحه وهيبان الحكم عليه كويس جدا خلال الفتره دي، فالاستقرار الفني فتره طويله زي مدرب السنغال بقى له 8 سنين مع الفرقه. واخد بالك؟ عشان كده عمل بطولة طبعا ماشي معاه بشكل كويس جدا. المانيا لوف برضه قعد بتاع 16 سنه ما خدش كاس عالم من فراغ، ده قعد 4 سنين يحضر وخد كاس العالم بعد 4 سنين، فاحنا ناقصنا الخطط اللي هي طويله المدى ونصبر على الجهاز طالما في قناعه بالجهاز. هي دي الطريق الصحيح اللي انت تقدر تعمل منتخب قوي ليه على اللونج تايم.
يعني خلال الاربع سنين تقول لا انت هتخش صيد بقوه. ليه؟ هتبقى الامور كلها واضحه، عندك تشكيل ثابت، عندك جهاز ثابت، ففي قناعه تامه باللعيبه، في قناعه تامه بالاجهزه، فدي تدي استقرار فني كويس جدا وتدي نتائج ايجابيه ان شاء الله. شايف ازاي برضو المنتخب 2006 ماشي بشكل سيء؟ شفنا خسر مباراتين امام ليبيا وامام المغرب، وكسب مباراه واحده امام تونس. شايف ازاي الحته دي؟ احنا في الفتره دي او في المرحله العمريه دي صعب جدا انك ما توصلش امم افريقيا 17 عام، ومن ثم مش هتعرف توصل لكاس العالم لنفس الفئه العمريه. شايف ازاي ان انا استغل بقى اللعيبه اللي تميزت في المنتخب ده عشان اهلها ان هي تلعب في منتخب مصر الاول؟ رقم واحد انا حزين على ان هم طلعوا بالشكل ده، يعني ان انت ما توصلش بطوله تصفيات افريقيا، دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، يعني بالذات في الجيل ده. الجيل ده كان بقالهم سنه ثلاث شهور عاملين لهم اعداد، فما كانش المردود على المستوى، كان المفروض الاداء يبقى افضل من كده، خصوصا ان هم ما لعبوش منتخبات قويه. انا اتفرجت على ثلاث ماتشات، انت عندك كواليتي لعيبه افضل، لكن كان في ينقصهم بعض التنظيم وبعض الشغل، يعني الشغل مش باين عليهم قوي، يعني مش صراحه يعني ايه، ما حسيتش ان كده ان في حاجه. هم كافراد كويسين، لكن كتيم ورك لا، كان ناقصهم حاجات كتير. ايه اللي ناقص يا كابتن؟ في حته تنظيم دفاعي، انهاء الهجمه، كان عندهم مشاكل في انهاء الهجمه، ما فيش حاجه يعني، ما في مش فرق اللي هي بتقول ايه في حاجه بتتعمل. طبعا كابتن محمد وهبه ده كابتن مدرب كبير وبتاع، بس كله يعني حاجه ليها ظروفها، لكن هم يعني كان ناقصهم الانهاء الهجمه والتنظيم الدفاع الجيد، عشان كده تلاقي كل الكور اللي دخلت فيك تغطيه العكسيه. فده ده شغل. طبعا نص الملعب ما كانش برضو في انضباط جوه نص الملعب، كنت سهل ان انت تتضرب، ما فيش غير الولد اللي هو جايبينه من المحترف، الباقي ما كانش كان سهل ان انت تتضرب في نص الملعب، وما كانش في كثافه عدديه في نص ملعب جيده، عشان كده وما كانش في المسانده الهجوميه. وبعدين لما كان بيخش فيهم جون، تحس ان الدنيا كانت بتفك معاهم وبيقلوا كتير جدا من ناحيه التنظيم والثقه جوه الملعب. لما هم لو كانوا يجيبوا جون بدري، هم كانوا لازم متوترين جدا الماتش بتاع المغرب، عشان كده دخل فيهم جولين بدري. هو كانوا مضغوطين قوي ان هم فاكرين ان هم لو كسبوا الماتش ده هيصعدوا. هم ماتش ليبيا اللي ضغطهم. صحيح. ماتش ليبيا طبعا انت ما كانش متوقع على نفسي طبعا ان انت داخل كسبان الماتش. بالظبط. خلي بالك هي دي اللي عملت لهم مشكله، ان هم داخلين ليبيا هنكسب ليبيا. لا، ليبيا فيها ليبيا، انا قعدت في ليبيا فتره مع بالظبط. فيها لعيبه كوره كويسه قوي. في الفئه العمريه دي جدا. انا بقول لك انا اشتغلت هناك، كنت ماسك ال 20 سنه في اهلي طرابلس، عندهم لعيبه كوره كويسه، وانا قلت الكلام ده قبل كده، عندهم لعيبه كوره كويسه. ينقصهم انهم برضو ما بيستقروش على اجهزه، بيغيروا اجهزه كتير، والمسابقه بتاعتهم مش قويه. فكون ان هو انت داخل الماتش بتاع ليبيا حاسس ان انت كسبانه، هو ده اللي خسرك، لكن انت ما احترمتش ليبيا في الشغل. كنت لازم تلاعب ليبيا دي بمنتهى القوه بمنتهى الشراسه، لان الماتش ده هو اللي كان هيدخلك تصفيات افريقيا. لو رجعنا تاني لمباراة مصر وبلجيكا، كيف لروي فيتوريا انه يستفيد من هذه الودية الكبيرة؟ اولا ما لعبش في التشكيل كتير، مباراة ودية كبيرة، يعني لازم التغييرات تبقى في حدود، مش هنا ودية اجرب كل الناس، ولازم يبقى احط التشكيل اللي انا الانسب للمباراة واللي هلعب بيه الفترات الجاية، يعني مرحلة اللي انا اجرب دي مش في ماتشات دي، مش بقوة الماتشات دي. فلازم احط التشكيل الاساسي اللي في دماغي اللي انا هلعب بيه انا، فالمباراه دي لازم اعمل كثافة في نص الملعب، يعني لازم يلعب بثلاثة في نص الملعب زي ما قلت لك، يعني هيلعب 4-3-2-1، هيلعب 4-3-3، لكن لازم ثلاثة في نص الملعب مع الالتزام الدفاعي، وانت معكش الكورة تبقى كلها تحت الكورة، وانت معاك الكورة لازم يبقى ليك شكل هجومي مكثف، وما تخافش، عندك لعيبة كبيرة قدام، عندك احسن مهاجم في العالم، من احسن مهاجمين في العالم محمد صلاح، عندك تريزيجيه، عندك زيزو، ف اهم حاجه يبقى في تنظيم الدفاع، وانت معكش الكوره ان يبقى كل الناس تحت الكوره، واتمنى ان هو ما يديش صلاح واجبات دفاعيه زياده عن اللزوم، ويحطه كمحطه للهجمات المرتده، لان هم ممكن هيضغطوك، انت بالنسبه لهم بروفا للماتشات اللي هم يلعبوها في كاس العالم. فلازم انا القصه كلها هفك الضغط ده ازاي، وهوظف محمد صلاح ازاي، واطلع ازاي من الضغط ده. فهي دي، لكن انا عايز يبقى في شخصيه لينا، انا عايز يبقى لي شخصيه في الملعب، يعني وانت معاك الكوره يبقى في جراءه هجوميه، يبقى في كثافه هجوميه، يبقى في شغل على الجون، اللي شغل على الاطراف، كره واحده على الطرف قفلت ارجع تاني، وتتواجد في نص ملعبه
اطول فتره زمنيه بتديك الثقه. صحيح. بقى لازم تفنش بكوره على الجون، بتصويبه، بكرات عرضيه. مفيش فرقه في العالم ما عندهاش ثغرات، كل الفرق عندها ثغرات، انما يبقى عايزه جلد وعايزه صبر وعايزه يكون في ثقه ان احنا لعيبه كره جامده، منتخب كبير، فما تخافش يعني من المباريات اللي زي دي. انا عندي احساس انهم هيعملوا ماتش كويس ان شاء الله. شايف كمان ممكن يبقى في دعم جماهيري كمان، ان احنا بنلعب في دوله عربيه، دوله الكويت الشقيقه، هتفرق مع اللعيبه جدا جدا طبعا. اللعيب بيفرق معاه الحاجات دي جامد جدا جدا، بتدي له باور جامد جدا نص الملعب. واحنا لعبنا ضد جماهير 60,000 و80,000 الاستاد، لا بتخلي اللعيب في حته تانية خالص. طبعا في ناس متعوده على الضغط ده، في اللي هم المحترفين، انما بعض اللعيبه مش متعوده على الضغط ده، والفتره الجايه يتعودوا عليه ان هم يلعبوا تحت ضغط جماهيري. لكن في الاول وفي الاخر ده اللعيب الدولي، اللي ما لعبش تحت ضغط ما يبقاش لعيب دولي. شايف المنتخب برضه المنتخب الاولمبي، يعني ما اتكلمناش عن المنتخب الاولمبي، وبرضه هو يعني لا ده في لعيبه مختلف معاك بقى، ولعيبه فئات عنده لعيبه كوره كويس بالظبط، القوام بتاعه من اللعيبه كلها بتلعب دوري ممتاز، ودي طبعا حاجه مميزه. وعنده لعيبه دوليه، عنده اسامه فيصل، وعنده لعيبه كتير، عنده خامه كويس قوي، انما المردود والانتاج مش على مستوى اللعيبه. يعني انا اتفرجت على الماتش، احنا يعني كنت ممكن تطلع، يعني انت كنت ممكن باي هجمه مرتده تطلع. صحيح. لا المفروض يبقى ده اقوى من كده باللعيبه اللي موجوده دي، اللعيبه اللي موجوده دي المفروض يبقى المردود اقوى من كده، وهم كمان لازم يبقوا عندهم احساس بمسؤوليه البلد اكتر من كده، ويلعبوا بقوه اكتر من كده. لا انا مش مبسوط من المنتخب الاولمبي ده، كان المفروض يبقى الاداء بتاعه الفني اقوى من كده، لانه عنده لعيبه كويسه وكلها لعيبه عندها خبرات في الدوري الممتاز. فدي برضو لازم يبقى في نظره من اتحاد الكوره، وان هم ما يلعبوش براحتهم، لازم يتحطوا تحت ضغط، المسؤوليه كبيره جدا، لان انت عندك لعيبه كتير كويسه كلها بتلعب دوري ممتاز. فمش المفروض المردود يبقى بالمنظر ده، المفروض تكسب بملعبك وسط جماهيرك، المفروض يبقى ده اقوى من كده. بعدين برضو في توتر كتير، عايزين نكسب وخلاص. يا جماعه المكسب ما بيجيش غير بالصبر والجلد، مش هتنزل انت. ما فيش دلوقتي فرق بقت سهله في افريقيا، كل الفرق تطورت في افريقيا، خلي بالك يعني الموضوع في افريقيا ما بقاش سهل زي زمان. كل الناس دلوقتي بتتطور، وكل الناس دلوقتي بتبقى حته العامل البدني بتهتم بيه، فالموضوع مش هيبقى سهل على المنتخب الاولمبي. لو رحنا لنادي الزمالك، وان الزمالك هيبقى عنده مباراه مهمه جدا امام المصري البورسعيدي في كاس مصر، شايف المباراه دي ازاي بعد توقف؟ يعني يمكن الفريرة ادى للفريق يومين اجازه، رجع يوم الاثنين اللي فات لاستئناف التدريبات، شايف ازاي المباراه دي ومدى صعوبتها؟ انت برضو هتذاكر الماتشات اللي فاتت للمصري في الدوري عشان هتلعبه في مباراه مختلفه في الكاس. ده احسن توقف للنادي الزمالك. صحيح. احسن توقف، يعني اكتر فرقه استفادت من التوقف النادي الزمالك. اولا عده اسباب. السبب الاولاني ان انت ما عملتش فتره اعداد كويسه نتيجه تلاحم المصري. الاجازات المتقطعه دي بتقلل الاصابات. صحيح. فهو شطارته ان هو يستغل الفتره دي في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان اللعيبه اللي جايه نادي الزمالك يبقى في انسجام بين اللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي جت. الحاجه الثانيه نفسي اشوفه ان هو يدخل اللعيبه الصغيره مع التجديدات ومع القوام القديم. يعني ما مش عايزين اللعيبه اللي جت جديده تبقى على حساب الولاد الصغيرين. الولاد الصغيرين دول هم دول مستقبل نادي الزمالك. فانا اعتقد هو محافظ على ده، يعني بنشوف بيبين ان هو يعني انا كلمني بعض اللعيبه ان هو كان عايز يطلع اعاره، فالراجل قال لا مش هتطلع اعاره. يعني هو متمسك بالولاد الصغيرين، ودي حاجه شايفها ان حاجه ايجابيه جدا لمستقبل نادي الزمالك. فالفتره دي فتره بالنسبه لنا كويسه جدا، ان انت يخش الانسجام بين اللعيبه وبعضها. الاصابات اللي هي نتيجه الفتره اللي فاتت زي عبد الغني وعبد الشافي اللعيب المحترم، ابراهيم انضاي، كل دول في لعيبه كتير خلي بالك، يعني حتى من الصفقات دونجا لسه ما شفناهوش مع النادي الزمالك، ان شاء الله يكون تعافى. خلي بالك دونجا ده مكسب كبير ان شاء الله. ايه رايك في صفقه دونجا؟ هايله دونجا، عنده ديفندر من وصفات جيده جدا، لانه بيدافع كويس قوي وشرس جدا وبيلعب بدماغه وبيشوط. مع طبعا مع الراجل مستر فييرا مستواه يزيد، والسيسي مكسب كبير، الصفقات اللي مصطفى شلبي ده مكسب كبير لما ياخد على التيم وياخد على طريقه اللعب بتاعت نادي الزمالك. انت عارف نادي الزمالك ليه طريقه لعب بكل الانديه الثانيه. الولد ده لما يخش هيبقى الاضافات كلها كويسه، الاضافات كلها جيده.
بس انا بعيب على الزناري ان هو بيلعب بثقه زياده عن اللزوم في مرحله انت جاي نادي كبير، فلازم تكون يعني ايه يهتم بشويه اكتر من كده. يعني انا شايفه ان هو ايه، يعني عايز اقول انا لعيب كبير انا لعيب كويس، لا مفيش الكلام ده، انت في لازم الملعب تلعب بجديه هو وتحترف. جه نادي الزمالك عشان لعيب كبير يعني، ما انا هو لعيب كبير، بس انا بقول لك ايه، حسيت في اداءه كده في ايه، في حاجات بيعملها مش، لا مش وقته خالص. انت الناس لسه اول ناس بتشوفك، اول مره الناس بتشوفك، فلازم تاخد كل باص ليه سعر وليه ثمن، فلازم تخلي الانطباع كويس عند الناس. طبعا فلا الزمالك ان شاء الله هيكون استفاده كبيره، ومباراه المصري هتبقى مباراه حلوه، مباراه مفتوحه لين ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال تملي بيلعب جيم مفتوح، والجيم المفتوح ده بيبقى ليه سلبيات وليه ايجابيات، وسلبياته اكبر مع فرقه كبيره زي نادي الزمالك. طبعا بيبقى ليه اسلوب تاني، لو انت بتلعب مع حد بيلعب جيم مفتوح وضغطت عليه من قدام هتعمل له مشاكل كتير جدا، بدليل ان معظم الفرق اللي بيمسكها بيخش فيه جوان كتير قوي. صحيح، هو بيعتمد على زي الكره البرازيليه زمان، هيخش فيها ثلاثة اجيب اربعه، ما انا هعرف اجيب. لا دلوقتي، لا دلوقتي لو دخل فيك جول مش هتعرف تعوضه، بالذات مع الفرق الكبير. فاللي بيلعب جيم وبيحضر من تحت كتير خلي بالك بيبقى ليها خواطر وليها مشاكل كبيره مع الفرق الكبيره، وضغطتك اول 10 دوري ساعه هي ماتش حلو في الاول وفي الاخر، فرصه هتجرب كل الناس، هتجهز كل الناس، هي دي تجهيز للدوري للدوري وبطوله افريقيا. احنا عايزين ناخد بطوله افريقيا ان شاء الله، وطبعا الدوري باذن الله، بس دي يعني فرصه حلوه قوي ان انت تجهز كل الناس. الفرق الكبيره ما ينفعش يبقى فيه 13 14 لعيب بس اللي بيلعبوا، خصوصا ان انت بتشترك في اكتر من بطوله، كاس ودوري وبطوله افريقيا، فلازم كل اللعيبه تبقى قريبه من بعض، اللي جوه زي اللي بره. اللي هيقع بياخد وقت، الاصابات دلوقتي بتاخد 20 يوم مش عارف ايه، فدي لو حد مؤثر هيعمل مشكله لو الجاب كبير بينه وبين اللي جوه وبين اللي بره. شغلته الفتره اللي جايه دي ان كل اللعيبه تبقى قريبه من بعض في المستوى. ان شاء الله ان شاء الله خير للنادي الزمالك باذن كل الله، خير ومنتخب مصر باذن طبعًا الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن، لازم نتفائل، انا بحب التفاؤل. شرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا ابو حميد، انا اللي سعيد اني معاك بالشياكه الجميله. ربنا يخليك كابتن حبيبي. شرفنا ونورنا كابتن محمد مصطفى ممس نجم نادي الزمالك السابق، شرفنا ونورنا في فقره سامو كوس. انتهت حلقتنا من نهارك ابيض، على امل لقاء ان شاء الله بكره في حلقه جديده من نهارك ابيض. الى اللقاء.